أشخاص سحبت أسماءهم من قيادات طالبان من قائمة الإرهاب الأممية. فلست أدري لماذا يتبنى هذه التصريحات. طيب أسألك نفس السؤال سيد راسل، أنت معنا من هناك، يعني كنا نتوقع أن يخفف كاميرون من التصريحات التي تسببت بأزمة مع باكستان، اليوم يصر عليها ويقول أن باكستان تصدر الإرهاب في الفعل ويجب أن نكون واضحين معها. أنا أظن أن ديفيد كاميرون له ثلاث أهداف في تشديد على التصريح السابق. أولا، أنا أعتقد أن هذه الحكومة الجديدة في بريطانيا رجعت إلى دبلوماسية تقليدية، يعني تهتم أكثر من بالاقتصاد والتجارة البريطانية مما تهتم بمثلا الوضع الأمني في أفغانستان. قالت أنها تسحب قواتها من أفغانستان خلال 5 سنوات، وفي نفس الوقت شدد ديفيد كاميرون قبل ما زار تركيا وباكستان والهند أن الاقتصاد والعلاقات التجارية أهم شيء بالنسبة إلى حكومته. فأنا أظن أنه عندما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية بالقول في تركيا أن قطاع غزة سجن، والآن أثار غضب الحكومة الباكستانية عندما زار الهند، أنه كان يتبع استراتيجية جديدة بريطانية. ثانيا، طبعا هو يشدد على تصريحاته لأنه لا يمكن أن يعترف بأنه أخطأ إن أخطأ. يعني وهذه التصريحات، يعني هل يمكن أن يكون ثمنها دولة مثل باكستان تبذل جهودا كبيرة بمساعدة القوات البريطانية في أفغانستان بتوفير الدعم اللوجستي لهم وحتى المخابرات كما تقول باكستان؟ هناك أدلة كثيرة تدل إلى أن باكستان لها سياسة مزدوجة. يعني في صحيح أنها الآن تكافح طالبان داخل باكستان، وأن مساعدة باكستان والحكومة الباكستانية ضرورية لاستمرار الوجود البريطاني والأمريكي في أفغانستان، ولكن في نفس الوقت الاستخبارات والجيش الباكستاني لها يعني علاقات مع طالبان في أفغانستان، وامتنعت لغاية الآن أن يقمع على طالبان الأفغاني كما يقمع على الطالبان الباكستاني، وذلك يعني ليس مفاجئا لأن باكستان لم يرى لغاية الآن أن مصالحه في أفغانستان تكمن في الحكومة الحالية الأفغانية. يبدو أن باكستان غير مرتاحة لغاية الآن من سياسة الحكومة الأفغانية التي كانت يعني حتى الآن طبعا لها علاقات جيدة مع الهند. طيب سيد قريش، يعني كيف ترد على هذا الكلام؟ اليوم وصل زرداري إلى لندن، وهناك اتهام واضح لباكستان بأنها لديها مداهنة في تعاملها مع ملف الإرهاب. يعني كيف يمكن له أن يدحض هذه الاتهامات؟ Well, I think it's very unwise from the behalf of ليس حكيما من المستر كاميرون أن يبدي بمثل هذه التصريحات. نعلم أن الإيطاليين يدفعون لطالبان لحفظ السلام، ونعلم أن للبريطانيين صلات بمقاتل طالبان في منطقة هالمند. يتحدثون عن سياسة ازدواجية المعايير عفوا وفي أقاليم أخرى تنطبق، وهم يتهمون بريطانيا باكستان لعدم توفير الدعم. أعتقد أن التحالف خاصة البريطانيين ومن يفكرون في استراتيجيتهم يدركون جيدا انهم عندما يدخلون الهند في المعادلة الأفغانية فانهم نوعا ما يجازفون. هؤلاء المستشار يتدخلون في الشؤون الداخلية لباكستان ولأفغانستان، وهم يخلقون وضعا من انعدام الثقة. والمشكل في باكستان ليس مرتبطا بمشاكل باكستان، المشاكل الباكستانية هي ناجمة عن الاجتياح الأمريكي والتحالف لأفغانستان واحتلال أفغانستان، ليس ناجما عن باكستان. باكستان لم تخلق هذه المشاكل، وحالما يخرجون من تلك الوردة تنتهي هذه المشاكل. والمستر كاميرون إذا كان يفكر على نحو استراتيجي ناجع، فإن لديه
سوقا كبيرا يتعامل معه. بريطانيا تستثمر، هي أكبر مستثمر في باكستان، وهناك الكثير ممن يعتمدون على ذلك الاستثمار، ولا يبدو أن المستر كاميرون مدرك لذلك. ومن ثم أساس البريطانيون ينددون بتصريحاته، وإذا هو لم يسحبها فستكون هناك مشاكل. الحكومة نفسها ضعيفة وهي حكومة ائتلافية. دكتور شهيد قريشي شكرا لك. كذلك أشكر من الولايات المتحدة جيرارد راسل الدبلوماسي البريطاني السابق والباحث في مركز كار لحقوق الإنسان في جامعة هارفارد.